انت مش متخيل يا هشام يعني ايه بابا يرجع لنا تاني. حياتنا كلها اتغيرت. انا ببقى قاعده طول الليل مش عايزه انام، عايزه افضل بصاله كده على طول، مش قادره اصدق ان هو معانا في البيت. بابا ده طلع طيب قوي، انت كمان لو شفته هتحبه قوي. يا سلام، وانا اقول ايه اللي خلاكي تقدري تقعدي المده دي كلها من غير ما اشوفك؟ وحياتك دلوقتي كمان، ده هم 10 دقايق بس وهمشي واسيبك بقى كده. اصل بابا وحشني قوي. لا ده احنا تركنا على الرف بقى. قولي يا هشام، هتيجي تقابل بابا امتى؟ قريب يا حبيبتي، انا كمان من كلامك عنه نفسي اشوفه فعلا واتعرف عليه. في القلعه في حاره اسمها حاره شيخه. انا مش فاكر نمره البيت، بس في واحد هناك اسمه مرسي الباسيوني. مرسي الباسيوني، لو قدرت تعترف فيه وتجيبه ابقى متشكر قوي يا حبيبي. هوا بابا بعتني مشوار. انت اللي مرجعك بدري. كان عندي محاضره واحده خلصتها وجيت جري. طب كويس، عشان ما كنتش عايز بابا يقعد لوحده. والله انا بفكر احاول انتساب وافضل جنب بابا على طول. ليه؟ التعليم هيكسب كتير قوي على فكره. بابا حبيبي وحشيني، وحشيني قوي قوي قوي. بحبك 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 قوي. تعرف انا النهارده في الكليه ما كانش ليا سيره غيرك. فضلت اقول لكل الناس بابا رجع بابا رجع بابا رجع لحد ما كل اصحابي عرفوا. بس شكلك كده ما كنتش في الكليه. امال هكون فين بس يا بابا؟ الفرحه اللي انت فيها دي وراها سر. سر؟ سر ايه بس يا بابا؟ هو في حاجه في الدنيا احلى من رجوعك لينا؟ في اللي هو ايه؟ ان اكون بحب مثلا. ما تحبيش، اصل انا بقرا الحاجات دي بمنتهى السهوله اهو باين في عينيك. حب ايه يا بابا؟ طب عيني في عيني كده. المهم يا حبيبتي تكون يستاهل. ايه اللي يستاهل؟ ده يستاهل قوي 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 يا بابا. سين اسم وسنه جيم اسمه هشام وسنه 28 سنه وبيشتغل في السياحه وباباه محامي كبير قوي. جميل جميل. بس يعني ماما ومحمود ما يعرفوش حاجه. يا سلام، مش مهم الحب مش عيب يا لبنى، المهم ان يبقى بني ادم كويس وابن ناس وغرضه شريف. هو مش غرضه شريف برضه ولا ايه؟ اه والله غرضه شريف، ده مؤدب قوي. يعني انت موافق يا بابا؟ والله عين البضاعه الاول واشوف. ازيك يا نيفين؟ نيفين عيب يا ولد، هي بتلعب معاك؟ لا هي تكسبي. قولها يا نهد، طلع من بق زي العسل. انت كنت فين طول النهار يا بيبرس؟ كان عندي شغل، كان عندي ميتنج بقى وشغل مهم يعني. بعد اذنكم. بخري ولادي يا ناهد، كل واحد فيهم بقى زي القمر. انا خايفه قوي على بيبرس. ليه؟ ماله؟ بيبرس بيبرس بقى راجل مال وهدوم وما يتخافش عليه. عايزك تروح لبيبرس ابني تقول له ابوك رجع من العراق وتجيب لي عنوانه. بسيطه، روح له. بس انت مش عارف العنوان. انت هتروح له الشركه، الوكاله بتاعت عمي اتبنى مكانها مول كبير قوي باسم الدميري، تسال عن بيبرس وهم هيدلوك. طب وليه اللفه الطويله دي؟ انت اول ما تقوم بالسلامه خد بعضك واطلع الوكاله، قابل ابنك وروح البيت. مش قادر اصبر يا مرسي، عايز اطمن عليهم وعايز العنوان يبقى في جيبي. اول ما افك الجبس عليهم طيران. طب ودول هتعمل فيهم ايه؟ هتقول لهم ازاي ان انت مش ابوه؟ ده لو طب ما احنا في السيرك قاعد يجيب في سيرتك اكنك ما غبتش عنهم 20 سنه. انا اول ما ابقى عباس المشاكل كلها تتحل، هيبقى معايا فلوس واحللهم كل مشاكلهم. انا حاسس يا مرسي ان ربنا سبحانه وتعالى بعتني العيال دي. طب ما حلال اول لطفي. عباس عباس، انا مش عارف انت مش طايق الكلمه دي ليه؟ اكني بشتمك او كان في عقربه قرصتك. انا مش زعلان من الاسم يا مرسي، انا زعلان عشان انا عايش من غير تاريخ، عايش بتاريخ واحد تاني. تصور انا اللي طول عمري
برفض تزوير التاريخ، أعيش بتاريخ مزور. تبقى مين وبنت مين؟ بنت ناس طيبين. أيوة، يعني الناس الطيبين دول اسمهم إيه؟ مركزهم إيه في المجتمع؟ والله يا بابا هم ناس على قد حالهم. طيب قولي أبوها بيشتغل إيه؟ هو حالياً ما بيشتغلش، أصله لسه وصل من العراق بعد الحرب. وكان بيعمل إيه في العراق؟ شغلته إيه؟ مهنته إيه؟ والله يا بابا لسه ما أعرفش. قوم يا ولد، قوم قوم، بلاش تضيع وقت. بقى جاي تكلمني عن واحدة لا أنت عارف أصلها ولا فصلها ولا أبوها مين ولا بيشتغل إيه، وبتقولي كمان إنك أنت عايز تتجوزها؟ قوم يا ولد، قوم يلا اطلع بره، ما تضيعليش وقت اكتر من كده. ايوه بابا، بس شوف يا ابني، انا لا بفتخر بعزب ولا اطيان ولا حتى فلوس، انا بفتخر بعيله لها جذور، وعشان ترتبط بواحده لازم يكون لها نفس المستوى. ايوه بابا، بس الموضوع ده ما فيش فيه بس. انت عارف لو البنت دي بنت ناس محترمين ما كنتش جيت وقفت قدامي الوقفة الخيبانة دي ومتش عارف تنطق كلمتين على بعض. كنت جيت لي وقلت لي بثقة، يا بابا أنا عايز أتجوز فلانة بنت فلان. تفضل يا أستاذ، قضيتك خسرانة. وبعدين الموضوع ده مش عايز فيه أي كلام تاني بعد كده، فاهم؟ لولا حبيبتي. صباح الخير يا حبيبي. صباح الفل يا نور عيني. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه اتاخرت كده ليه؟ ابدا، المواصلات. فطرت ولا لسه؟ انا مجهز الفطار ومستني نفطر سوا. اسكت يا هشام، انا من امبارح اسعد واحده في الدنيا. من امبارح بس؟ اصل انت ما تعرفش، امبارح حكيت لي بابا على كل حاجه كانت بالنا. انت مش متخيل بابا ده كان انسان عظيم قد ايه. ها وايه رايه؟ وافق طبعا. قال لي مادام بتحبيه وعاوزاه وهو اللي اختاره قلبك، أنا موافقة أجوزهولي. يا حبيبي قلبي. وعلى فكرة يا لجنة، هو باباكي بيشتغل إيه؟ بابا بيشتغل في وزارة الثقافة. بيشتغل إيه في وزارة الثقافة؟ وكيل وزارة؟ لا مش الدرجة دي يعني. في الأوبرا؟ لا، بابا شغال في السيرك القومي. إيه؟ بيشتغل إيه في السيرك القومي؟ بيشتغل مراود اسود. بس تعرف واضح ان هو راجع من العراق ومعاه فلوس كتير قوي وهيعمل مشروع كبير. انت مش متخيل. قال لي ايه؟ قال لي مالكيش دعوه ولا بجهاز ولا بجواز ولا باي حاجه، انا هعمل لك كل حاجه. جهاز ايه؟ ما احنا اهو مش ناقصنا حاجه. يعني ايه مش ناقصنا حاجه؟ لا ناقصنا طبعا، وناقصنا اهم حاجه كمان، ناقصنا ان احنا نتجوز شرعي على سنه الله ورسوله. هو الجواز اللي احنا متجوزينه ده مش شرعي؟ لا عرفي، يعني جواز في السر، يعني بقابلك وبحبك في السر زي ما اكون بسرق بالظبط. يا هشام حرام عليك، انا محمود ضربني لانه شافني راكبه معاك العربيه. انت ترضى لمراتك انها تتضرب لانها شافت معاك؟